أهلا بكم. بداية، مواكبة للديناميكية الاقتصادية، تمكن شباب جامعي من اقتحام مجال الاستثمار عبر مشاريع في الصناعات التحويلية الغذائية، حيث تم إنشاء مناطق صناعية مصغرة مهيئة بكل الوسائل التقنية التي يحتاجها كل مستثمر. يقول نور الدين بن عبسة. رغم أنه تابع تخصصا جامعيا مغايرا، إلا أنه فضل خوض غمار الاستثمار في مجال صناعة الأجبان. عبد الكريم ورث الوصفة عن أبيه وبات متميزا، واستأجر مقرا تابعا لغرفة الصناعات التقليدية واتخذه ورشة له. درنا ورشة في البيت، ورشة صغيرة ما كانتش مغطية الاحتياجات تاعنا كامل، اخترقش الجبن هذا يطلب ورشة كبيرة. اتصلنا بالغرفة الصناعة التقليدية اللي كان عندها مقر هنا في بلدية طاورة، حابين من الدولة تعاوننا في التوسيعة، ديروا جبنة الجودة، جبنة الإيدام والياورت، ونساهموا في الاقتصاد الوطني كم احنا ولاية حدودية. عبد المومن وبعد اقتحامه مجال تقطير الأعشاب أضاف لتجربته الاحترافية صناعة مستحضرات التجميل والعطور والعناية بالبشرة والعناية بالشعر، ويرغب في توسعة لتطوير مشروعه. وصلنا لمرحلة بنوسع في المشروع، نحتاج منطقة صناعية أسفها مصنع صغير، كذلك نسعى أني نصل على قطعة أرض فلاحية اللي تسمح لي أني نوفر بها المادة الأولية هذه اللي راح نحن نزيد به في النشاط تاع الإنتاج تاع الزيوت الطبيعية. ولاستيعاب حاجة حامل المشاريع المصغر والمؤسسات الناشئة، خصصت ولاية سوق أهراس فضاءات جديدة موجهة للنشاطات الفعلية والمساهمة في تحريك عجلة التنمية المحلية. إنشاء ثلاث مناطق نشاطات مصغرة عبر الدوائر الثلاث كخطوة أولى، وهي دائرة صدراطة، دائرة طاورة، دائرة ولادريس، بمجموع قطاع 67 قطعة أرضية والتي استكملت فيها أشغال التهيئة 100%. هو المسعى للمرافقة الجادة لأجل تجسيد وترقية الاستثمار وخلق الثروة وتثمين واستغلال مؤهلات الشباب. لانطلاق حملة الحرث والبذر لعام 2024-2025، يدعو الديوان الجزائري المهني للحبوب الفلاحين إلى التقرب من تعاونيات الحبوب والبقول الجافة من أجل اقتناء المدخلات الفلاحية التي تشمل الأسمدة وبذور الحبوب من قمح الصلب وقمح اللين والشعير، وكذا بذور البقوليات من حمص وعدس، ويتعين على الفلاحين تحديد مواعيد استلام البذور والأسمدة حين تقربهم من التعاونيات، حين يتسنى لمصالحها ضبط وتنظيم برنامج يضمن لهم خدمات جيدة وسلاسة في عملية تسليمها. وذكر الديوان الفلاحين الراغبين في الحصول على قرض رفيق لاقتناء المدخلات أنه بإمكانهم التقرب من الشبابيك الموحدة المفتوحة على مستوى جميع التعاونيات منذ جوية الماضي لإداء طلبات في أقرب الأجل. ننتقل الآن إلى المجال الفلاحي، وهذا عرض لأسعار بعض المنتجات الفلاحية التي سجلت نهار اليوم. والآن إلى آخر تداولات أسهم الشركات المدرجة في بورصة الجزائر، نتابع العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر في جلسة نقاشية بعنوان استكشاف المزايا الصناعية والبنية التحتية في مصر، أن الاستثمار في البنية التحتية بالمنطقة عرف زيادة حجم الاستثمارات، حيث بلغ خلال العامين الماضيين إلى ما يقرب من 6 مليار دولار. وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة نجحت في تجهيز المناطق الصناعية لاستقبال مختلف أنواع الصناعات، والتي بلغت 21 قطاعا صناعيا من المستهدف توطينها، بالإضافة إلى عمليات تطوير الموانئ. كما تطرق إلى مشروع تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمركز لصناعة الوقود الأخضر من خلال توفير مساحة تصل إلى 30 مليون متر مربع تضم مختلف المنشآت الخاصة بإنتاج الوقود الأخضر. إلى تداولات الذهب الأسود، حيث انخفض أسعار النفط في نهاية تداولاته الأسبوعية محققة مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي، مدعومة بانخفاض كبير لأسعار الفائدة. وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية،
كما تأثرت الأسعار بظهور مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد في الصين، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ب 0.21% لتسجل 73 دولارا و69 سنتا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 0.10% لتبلغ 70 دولارا و33 سنتا للبرميل. شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا مدعومة بعدة عوامل اقتصادية عالمية دفعت المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة. وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب ب 1.21% لتسجل 2646 دولارا للأوقية، كما ارتفعت أسعار العقود الفورية للذهب ب 1.36% لتبلغ 2621 دولارا للأوقية. ختام أخبار نشرة الاقتصاد اليوم بعرض لأسعار صرف بعض العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. نهاية النشرة الاقتصادية لنهار اليوم، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.